تسريبات تسريبات تسريبات، هو ده الموضوع اللي بيعيشه نادي الزمالك خلال الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا. كل يوم او يومين بيطلع علينا عقد اللاعب جديد. لغاية دلوقتي شفنا عقود 6 لعيبة من اللي انضموا لنادي الزمالك في الموسم ده، تعرضوا كلهم على السوشيال ميديا وعلى الاعلام، والفضائيات بتناقشهم والجمهور غضبان، وده بيزود الفراغ ما بين مجلس الادارة وما بين الجمهور اللي رافض وجود مجلس الإدارة. أنا النهاردة طالع أوضح لك حقيقة العقود دي، وإيه الاستفادة الكبرى من الموضوع ده، ومين المستفيد من الكلام دوت، وإيه هي بالظبط حقيقة العقود دي. عشان تعرف تفاصيل الكلام ده كله تابع معانا الحلقة، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة ملوك 100 عقبة الأعزاء، أهلا بكل جمهور الزمالك في مصر والوطن العربي وكل حتة في الدنيا. الأول طبعا بتأسف لكم إن أنا ما بطلعش بقالي كتير، والفيديوهات قليلة والحلقات قليلة. طبعا كلنا شايفين المشاكل كتيرة حوالين النادي، والنتائج سيئة، والنادي ما بيمرش بأحسن حاجة، فالواحد بيخفف طلوعه شوية، لأن أنا مش بتاع مشاهدات وبتاع لايكات وبتاع الكلام ده كله. أنا طالع عامل القناة دي خدمة للنادي نادي، وعشان احقق بيها اهداف للنادي وافيد بيها النادي. لكن مع الفتره اللي فاتت انا مش هطلع اقول اي كلام واتكلم واقول المشاكل كلها مشاكل وكله قرف، وكلنا شايفين الدنيا ماشيه ازاي. لكن بما ان موضوع التسريبات دوت طلع في الفتره الاخيره والحكايه اللي ظاهره على الشاشه، فانا قررت ان انا اعمل حلقه بسبب الموضوع دوت واعرضها على حضراتكم. طبعا انا زي اي زملكاوي في الدنيا كان بيتابع موضوع العقود دوت باستغراب شديد وبغرابه شديده جدا، وايه الارقام اللي بتتحط في العقود دي، وليه اللعيبه دي بالكواليتي ده بالنوعيه دي بالمستوى ده بياخدوا الارقام الفلكيه الغريبه دي، واللي هي اصلا بتعمل ضائقه على نادي الزمالك. فمع كل عقد كان بطني بتوجعني وقلبي بيوجعني عشان خاطر ناديه اللي بحبه، كان كل عقد من دول اصلا اقسم بالله بيوجع لي بطني، وبحس بمراره كبيره على الفلوس اللي بتتصرف على لعيبه زي دي. لكن انا مع الوقت ومع استمرار التسريبات ومع استمرار الكلام دوت ابتديت افكر شويه، وبقالي يومين ببحث ورا الموضوع وبركز، لدرجه ان انا نزلت صور كل العقود المسربه، وفضلت امشي ورا عقد عقد فيهم، واشوف التصريحات السابقه، واشوف ان احنا جبناه ازاي وايه اللي حصل فيه والنادي بتاعه اعلن ايه. لكن لقيت الحاجات دي كلها برضو مش هتجيب نتيجة لو انا قررت ان انا اعمل مقارنة ما بين انت جبته ازاي وتصريحات النادي دي عاملة ازاي وتصريحات الناس من عندنا ازاي. برضو هيبقى فيها مناقشات، وجزء هيصدق وجزء هيكذب، وكل واحد هيفكر فيها حسب ما دماغه ما تجيبه. في الاول برضو بقول لك، لو انت مش هتكمل الفيديو يبقى انت ما فهمتش حاجة ومش هتوصل لحاجة من الفيديو ده. عشان تقدر تفهم الموضوع كامل لازم تكمل معايا الفيديو للنهاية عشان تعرف تفاصيل الموضوع بالكامل، وتعرف النتيجة هتوصلك لإيه، وانت وعقلك وانت ودماغك زي ما دماغك تجيبك بقى تجيبك. انا هشرح لك الموضوع بالتفصيل، وهشرح لك القصة ماشية ازاي، وهوريك دلائل في العقود دي بتقول ايه وماشية ازاي. برضو هقول لك ان العقود دي يا جماعة اللي اتسربت، عقد ماضي عليه مرتضى منصور، عقد ماضي عليه خالد لطيف، عقد ماضي عليه سليمان وهدان، عقد ماضي عليه شريف مصطفى المدير التنفيذي للنادي، 4 اسماء. فانا كنت بفكر برضو لو الناس دي حرامية، لو مرتضى وابنه حرامية وسمسرة وعمولات واللي واللي، طب هل الناس دي اللي هو خالد لطيف او وهدان او المدير التنفيذي وهم بيمضوا على العقود دي، هل الناس دي برضو شريكة في الجريمة؟ هل الناس دي حرامية؟ هل الناس دي سمسرة؟ هل الناس دي هو بتمضي معصبة العينين مش شايفين اي حاجة ما بيتكلموش؟ طب هل الناس دي مش خايفة ان مع الوقت الناس دي تتكلم عليهم تطلع عليهم الحاجات دي؟ طب هل الناس دي ماسكين على دول على بعض زلل، او ماسكين على بعض حاجات ما يقدروش يتكلموا خالص؟ برضو الموضوع لما شفت التوقيعات ما دخلش دماغي، فقلت اركز اكتر. وهنا هبدأ معاك من النقطة الاولى قبل العقد الاولاني. النقطة الاولى بتقول لما انا اشوف ان الميديا الاهلوية هي بتكون اول من يطلع هذه العقود، وهذه العقود المسربة
للميديا دي حاجة بتزيد الريبة عندي. يعني لما اشوف بيدجاتهم على الفيسبوك والحسابات الكبيرة على تويتر من غير ما اذكر اسماء طبعا، الاقيهم تسريبات عقود لعيب الزمالك نازلة عندهم، فده برضو بياخدني لسكة تانية. انا الموضوع بيبقى فيه ريبة بالنسبة لي. دي نقطة كانت لازم انوه عليها قبل ما ابدأ معاك في العقود وصور العقود. العقد معانا من العقود المسربة هو عقد ابراهيمة نضاي، والمقدر ب 3,148,000 دولار. طبعا ده رقم كبير جدا على لاعب جاي من الدوري السويسري بياخد 160,000 دولار في الموسم، تيجي هنا تديله 1,200,000 أو 1,100,000 في الموسم، فده رقم فلكي كبير جدا. لو احنا بالغباء ده او احنا حرامية وجشعين جدا مستحيل هننططه النطة دي ونديله 1,000,000 دولار زيادة. فقلت برضه اشوف العقد ازاي ماشي. يعني انا لو عايز اديله زيادة هديله 100,000 200,000 500,000 دولار، يعني عقده هيبقى 500 ل 600,000 دولار، وده رقم هيبقى مقبول حتى في السرقة الناس هتبلعه. لكن لما من 160 لمليون 160 او 1,200,000 فده رقم فلكي. وركز معايا زي ما قلت لك كده، انا هعرض لك الصوره بتاعت عقد ابراهيم انضاي، ولو انت ما تابعتش معايا الفيديو زي ما بقول لك للاخر يبقى مش هتستفاد حاجه. دي صوره العقد الاولاني زي ما انت شايف ابراهيم انضاي، واللي مكتوب فيه طبعا فوق خالد لطيف اهو زمالك الجيزه، خالد لطيف هو اللي ماضي عليه. لكن لو نزلت تحت كده وبصيت على الجزء اللي انا عامل لك عليه الدايره والسهم، هتلاقي ان الطرف الاول موقع عليه خالد لطيف، والطرف الثاني اللي هو اللاعب هو ابراهيم انضاي مش موقع، والخانة بتاعته فاضية. وادي برضو في النسخة التانية الخانة بتاعته فاضية. العقد التاني اللي معانا هو عقد زكريا الوردي، واللي برضو تسرب للاعلام والميديا. بصوا يا جماعة هوريكم غلطة بسيطة في العقد ده برضو بتبين لكم عدم صحته. زي ما انتم شايفين في الصورة هنا، ادي العقد بزكريا الوردي اللي ماضي عليه كابتن خالد لطيف. كابتن خالد لطيف وظيفته في مجلس الإدارة هو أمين صندوق نادي الزمالك، انتخبته الجمعية العمومية انتخبوه أمين صندوق نادي الزمالك وليس عضو مجلس الإدارة. عضو مجلس الإدارة تنطبق على أحمد مرتضى منصور، تنطبق على جمال عبد الحميد، تنطبق على سليمان وهدان، تنطبق على الناس دي. لكن خالد لطيف عضو مجلس إدارة، اللي هو هدهود كان نائب رئيس مجلس الإدارة. هنا العقد بيقول ان الراجل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ودي الغلطة التانية في العقد التاني بتاع زكريا الوردي. نيجي للعقد التالت واللي هو بتاع مصطفى شلبي. عقد مصطفى شلبي ده معمول بإيد مرتضى منصور زي ما هو مسرب بالظبط، واللي ماضي عليه المستشار مرتضى منصور. وزي ما انتم شايفين فوق طرف اول مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس الإدارة. نيجي تحت كده على المكان اللي عامل لكم فيه الدايرة، ودي توقيع وفورمة مرتضى منصور. لكن انا برضو هوريكم حاجة تانية، وركزوا في الحاجات دي معايا كويس قوي، وركز في الفورمة دي كويس قوي لما هقلب معاك على صورة لعقد تاني عامله مرتضى منصور، وهو عقد عبد الله السعيد. بص معايا كده في الصورة، العقد ده بتاع عبد الله السعيد مرتضى منصور طلعه قدام مصر كلها في المؤتمر الصحفي اللي كان عامله، وطلعه في الفيديوهات عنده على القناة، وطلعه على كل القنوات الإعلامية. وبص تحت على توقيع وفورمة مرتضى منصور، هتلاقيهم غير متطابقين تماما تماما تماما. ركز في دي وركز في اللي فات، هتلاقي ان الامضة دي والامضة دي غير بعض نهائي خالص، وده بيثبت لك عدم صحة العقد التالت من العقود اللي اتسربت من نادي الزمالك. عشان ما طولش عليكم نخش على العقد الرابع بتاع سامسون اكينولا، وزي ما انتم شايفين عامل لكم دايرة في النص، وهنا العقد مكتوب عربي مش انجليزي زي عقد ابراهيم انضاي اللي وريته لكم في الاول وكان مكتوب بالانجليش. وطبعا ده لاعب محترف وده لاعب محترف، فالمفروض الاثنين لو يا الاثنين بيتكتبوا عربي يا الاثنين بيتكتبوا انجليش، فطبعا ده عقد مكتوب بالعربي عقد سامسون اكينولا، ودي النقطة الأولى في العقد.
النقطة التانية انزل معايا تحت برضو على الدايرة اللي عاملها لك دي، النسخة الأولى من عقد سامسونج أكينولا، وبص على الفورمة اللي تحت، حرف البي اهو قدامك والاس، وفي كام دايرة داخلين جوه بعضيهم وفي نقطة جنبيهم. نقلب كده على النسخة التانية وركز زي ما قلت لك في الفورمة الأولانية، وادي الفورمة التانية غير متطابقة خالص مع الفورمة الأولانية. ونقلب على النسخة التالتة نفس القصة، غير متطابقة، مفيش أي فورمة متطابقة مع بعضيها، ده واحد بيعمل فورمة فبيحاول يقلدها فبتطلع غلط أو بتطلع مشابهة في كل الأوقات، لكن عمرها ما تبقى زي بعض ولا نسخة صحيحة من التلاتة مع بعضيهم. كمان في عقد سامسونج زي ما انتم شايفين في الصورة في النسخة الأولانية اللي ماضي عليه الأستاذ شريف مصطفى القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الزمالك، وركزوا معايا في النقطة دي عشان لما نروح لعقد عمر جابر. وهنا لما نروح لعقد عمر جابر هتلاقي ان برضو اللي ماضي عليه أستاذ شريف مصطفى لكن بمنصب المدير التنفيذي للنادي، واتلغى كلمة القائم بالأعمال مع ان العقد ده قبل العقد ده ب 15 يوم، هو المفروض يكون قائم بعد كده بيتعين لكن ما بيبقاش مدير وبعد كده بيبقى قائم، يعني دي حاجة معروفة جدا جدا. النقطة التانية في عقد عمر جابر زي ما موضح لك في الصورة، بص على فورمة الأستاذ شريف مصطفى اللي ماضي تحت في الفورمة والتوقيع، ودي في النسخة الأولانية، وشوف النسخة التانية عاملة ازاي، هتلاقي الفورمة دي برضو غير الفورمة دي، واحد بينقش وخلاص، عقود كلها مشاكل، عقود كلها تقريبا مضروبة ومزورة. انا ما بدافعش عن حد ولا برمي التهم على حد، ممكن يكونوا فعلا حرامية وممكن يكونوا نصابين وعاملين العقود دي، وممكن تكون العقود دي مضروبة، بس ده تحليلي للموقف، انا مش عايز عقلي ياخدني الحاجات انا مفهمش فيها او انا معرفهاش او ما دخلتش في زمم حد، لكن الواضح قدامي والتحليلات اللي قدامي بتقول كده. كمان ده راجل مدير تنفيذي للنادي او امين صندوق للنادي او حتى عضو مجلس ادارة او رئيس مجلس ادارة، يعني لما بيجي يعمل فورمة يعني الراجل ده كله كل يوم بيمضي على اوراق، على طلبات، على مستندات، على شيكات، على ايصالات، يعني كل يوم بيمضي الكلام ده، بيمضي حوالي يعني لو بيمضي مرة كل يوم على مدار شهر 30 مرة في الشهر، الفورمة بتاعته هتبقى تيبيكال عمرها ما هتتغير. انا يا غلبان عندي محل صغير، عندي فواتير، لما باجي اعمل فورمة بعمل فاتورة كل يومين ولا ثلاثة، بعمل فورمة ما بتتغيرش ابدا، وكلنا فاهمين يعني ايه فورمة دكتور او محاسب او مهندس او اي منصب في الدنيا، فورمة توقيع خلاص عندك فورمة بتفضل تعملها مدى حياتك ما بتتغيرش، لان هي بتبقى واجهتك وشكلك في الشغل. طبعا ده كان رأيي في سلسلة العقود المسربة لعيبة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة. وكمان أنا عايز أقول حاجة في الآخر كده يا جماعة، لا تستثنوا الميديا الأهلاوية من الموضوع اللي احنا فيه، الناس دي بتعرف تصطاد في المية العكرة، شايفين إن في فراغ كبير ما بين مجلس الإدارة وقطاع كبير من جمهور الزمالك بيرفض عودة مرتضى منصور أو بيرفض وجود مرتضى منصور وبيهاجم المجلس وهشد على ضد المجلس. أنا هنا ولا مع حد ولا ضد حد، مرسخ القناة لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك، فأنا مع الكل ومع النادي تملي وفي الحق تملي. ففي ناس بتقدر تستغل المواقف دي كويس، بتبعد عن نفسها المشاكل، بتصدر للإعلام والميديا حاجات يتكلموا فيها بدل ما يتكلموا على هزيمتهم خمسة أو المشاكل الإدارة عندهم أو قلة الفلوس عندهم أو مشاكل اللعيبة عندهم ولا مشاكل المدرب كمان، لأ هو بيصدر عقد كل فترة، تطلع الميديا والاعلام بقى عنده وسيله وسهله وحاجه اسهل من الاهلي اللي هو يتكلم عليها، وهي عقود اللي بتحصل في نادي الزمالك ومشاكل نادي الزمالك، والميديا كلها كاعلام ما بتصدق حاجه زي دي. حاجه تانية يا جماعه لازم برضو نحكمها بالعقل، مش معنى اللي انت بتكره مرتضى منصور او انت ما بتأيدوش او انت ما بتحبوش او انت مش حابب وجوده في رئاسه نادي الزمالك او مجلسه
بالكامل ان يجي لك اي خبر سلبي عن المجلس يضر بنادي الزمالك، اللي انت تاخده وتعمل عليه حوار وتعمل عليه تويتات وتعمل عليه هاشات وتطلع بيه على الفيس وتغرق بيه الدنيا من غير ما تتأكد ولا تتمعن ولا تصدق الحكاية دي. لازم نشغل عقلنا شوية، نحكم عقلنا شوية، نفكر في نادينا شوية. الموضوع مش سهل اليومين دول، النادي على صفيح ساخن، مفيش حاجة فيه مستقيمة، ولا إدارة ولا لاعبين ولا جهاز فني ولا حتى جمهور متحد وعارف هو عايز ايه النادي وماشي في سكة صح. بتمنى نرجع للحياة، بتمنى نرجع لنادينا ونشجعه كجمهور، لان دي اهم حاجة في الموضوع، لان طول ما احنا بالذات ورا النادي، النادي عمره ما يقع. فاتمنى تكون الحلقة النهاردة وضحت حاجة لناس كتير، اتمنى تكون الحلقة النهاردة فهمت ناس الوضع ماشي ازاي، واتمنى كمان ان تحليلي ورأيي يكون عجب حضراتكم في شيء من المصداقية او تحليل جمهور نادي الزمالك اللي بيتفرج علينا. بشكركم طبعا، وياريت اللي اتفرج عليا بقى يعمل لايك وكومنت للحلقة. بشكركم، والى اللقاء في حلقات قادمة. بشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.